كويس ان انت جيت، انا قلت ان انت ممكن ما تردش اصلا. يبقى ما تعرفش حسن. الحقيقة لسه ما اعرفكش كويس. انا ما باعش الا اللي يستندل معايا. ومرين بتشتكي منك ليه؟ كده يبقى ملناش قاعدة مع بعض. استنى يا حسن، انا مبسوط من اللي انت عملته ومبسوط منك جدا كمان. اقعد كده واسمعني كويس. سبق وقلت لك قبل كده ان احنا محدش فينا ليه قرار ولا في ايده القرار. احنا مجرد تروس في آلة ومنظومة كبيرة قوي هي اللي بتديرنا. احنا مش بس تروس، لا، احنا عبيد. الكلمة دي سمعتها كتير قوي الفترة اللي فاتت. وماله؟ اسمعها تاني وتالت علشان ما تنساهاش. لا معلش، انا ما احبش اسمع الا اللي على مزاجي. معلش، اسمع مني علشان انا عارف الناس اللي بره وحافظهم كويس قوي. فاكر الافلام بتاعت زمان؟ افلام الاسياد والعبيد اللي كانوا بيشتروا عبيد صغيرين ويربوهم. العبد الضعيف كان بيتباع ويموت والقوي اللي بيكمل. احنا تقريبا عايشين نفس العيشه دي بالظبط، بس بشكل جديد، شكل حديث شويه. يعني انا وابويا الله يرحمه ومحرم وريم كلنا عبيد، نقول حاضر ونعم، وحياتنا تمن لأي غلطة تحصل، فاهمني؟ الكلام ده للي راضي يبقى عبد وحر. في ناس تعشك تقول حاضر ونعم حتى لو هتحط مناخيرها في التراب. لعلمك، أنا أقصد كل كلمة قلتها بالحرف وبمعناها. عبيد يعني عبيد يا حسن، يعني عبيد ولينا أسياد، وكل رؤوس الأموال اللي هي بتصب عندنا وبنشتغل فيها اللي احنا مش عارفين هي جاية منين ورايحة فين، كلها بتصب في مصدر واحد بس. واللي هو؟ ضروري تعرف؟ طبعا. بس أنا ما طلبتكش النهارده عشان أقول لك مين اللي بيلعب بينا كلنا. أنا طلبتك النهارده عشان أقول لك إن أنا فكرت كويس أوي. وما لقيتش حد أثق فيه غيرك أنت يا حسن. هتقول لي إن في بينا اتفاق، أقول لك أنا عارف. بس عايز أبقى أنا وأنت وبس يا حسن. مفيش حد تالت. مين اللي فوق؟ مين اللي ماسك خيوط الحكاية؟ اعتبره الشيطان نفسه. نرجع لموضوعنا، لبنى. لحد هنا وصوتك ما يطلعش، دي مرتي، يعني أنا اللي سيبها. طبعا، محدش قال غير الكلام اللي أنت بتقوله ده. لكن كفاية لحد كده يا حسن. النهاردة ترجعها بيتك، تحب تجيبها هنا ما عنديش أي مانع. أنت راجلها وأنت اللي هتتحكم فيها. وإذا كان على اللي عملته هقطم راسها على صدرها لحد ما تيجي تقول لك أنا آسفة يا سيدي وسيد الناس. كده كويس؟ خير؟ عاوز إيه هلمسها؟ لا أبداً يا حبيبتي، وحشتيني بس. وبعدين؟ ولا قبلين، إيه اللي وبعدين؟ صوفا بيقول لك وحشتيني، مفيش كلمة تطري قلبه. هات اللي عندك. الباشا عايزك. وهو كان لازم يعني الكلمتين دول؟ ما تقول كده على طول، ولا كنت مكسوف تقولهم؟ ايه؟ مكسوف؟ انت تعرفي عن صوفا اللي هو بيتكسف ولا ايه؟ بقول لك يا ماما، اللي يتكسف من الزبون ما يجيبش منه فلوس، معروفه. وهو فين الباشا ده؟ خلاص مشي يا حبيبتي. وعاوزني في ايه؟ اكيد يعني عايز يقعد يتكلم معاكي كلمتين، يدمع دمعتين. بقول لك ايه؟ من الاخر الباشا هيمان فيكي. ودي بقى فرصتك. قصر وباشا وعز وفلوس. ايه ده؟ انت تقول وهي تلاقي، متفقين اياك. يا حبيبتي مش محتاجين نتفق. لا وخلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، لو عجبتي الباشا ممكن يجيب لنا كباريه بتاعنا، نكسب منه لقمه من الحلال يا بيه. روحي بقى يا حبيبتي وصحصحي معاه، واللي يقول لك عليه اعمليه. انا مستنيكي في البيت ما تتاخريش. ماشي، هطلع اجيب الشنطه. يلا بقى، يلا بقى فكيها. خد المفتاح يا صوفا عشان توصلها البيت. خلي الدنيا تحلو بقى. ايوه كده، عيب الصحصحة. الا قول لي يا صوفا. ايه يا حبيبي؟ ايه حكاية بقى الكباريه اللي انت هتجيبه لنا ده؟ لا مش انا اللي هجيبه لكم، بس الكباريه هيبقى بتاعنا. يعني اوعي تكوني عايزه تطلعيني بره الليله يا بخيله. ايوه يا حبيبي هتطلع بره، وانت لسه ما شفتش الوش التاني. على الله.